طيب دكتور شعراوي، هل البورصه تتاثر بالتصنيفات الائتمانيه عندنا، وايه الوضع دلوقتي كمان يعني عندنا الموضوع ده، وعندنا ترامب كمان جه في السلطه النهارده، شفت انتعاش عالميه في الاسواق، ده ينعكس علينا برضو؟ بص هقول حاجه، هي البورصه يعني المعارف عليها ان هي مرآه الاقتصاد، بس انا اعتقد يعني، وحتى لما بشرح للطلبه عندي ان البورصه بتبقى بسبب الاحداث بشويه. فالنهارده لما نيجي نقول النهارده لما نيجي نشوف وكالات التصنيف الائتماني النهارده، هم ثلاث وكالات، دول اهم ثلاث وكالات اللي هي فيتش وموديس واس ان بي. فالنهارده لما نقول ان فيتش ابتدت تطلع التصنيف الائتماني بتاعها، واحنا كمان منتظرين التصنيف الائتماني بتاع موديس وبتاع اس ان بي خلال الفتره الجايه. فالبورصه في خلال الفتره الاخيره ديت ده اتجاه صاعد، شايف ان في حركه ايجابيه هايل متوقع خلال الفترة اللي جاية، خصوصا ان في بعض الاخبار الايجابية داخلة على البورصة المصرية، زي بالظبط كده الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، وكالة فيتش ده بقى اعلنت ده خبر ايجابي، نجاح ترامب ده خبر ايجابي برضك للاسواق المال عامة عالميا. فالبورصة في خلال الفترة الاخيرة او في اخر ثلاث اسابيع او نقول في اخر شهر، احنا في اتجاه صاعد واتجاه كويس جدا، بيساعد بقى المستثمر الاجنبي، ودي النقطه المهمه. البورصه احنا قلنا ان هي مرآه الاقتصاد، انا بالنسبه لي البورصه هي شريان للاقتصاد. بمعنى ايه؟ النهارده المستثمر شاف ان التصنيف الائتماني مدي تصنيف كويس لمصر من بي ماينس لبي، دي خطوه ايجابيه ومستقره، فابتدي يدخل اي استثمار في مصر قبل ما يخش الاستثمار، يخش يشوف الاستثمار ده داخل البورصه نفسها عامل ازاي. على سبيل المثال القطاع العقاري بالظبط، او في اي قطاع سياحي، يبتدي يشوف القطاع ده جوه البورصه عامل ازاي، الشركات اللي موجوده جوه البورصه في القطاع ده عامل ازاي، اتجاهها عامل ازاي، راس مالها عامل ازاي، ارباحها عامله ازاي، ادائها عامل ازاي، بيبقى قدامه حاجه من الاثنين، لاما هو يخش يبتدي مع شركات من اللي موجوده بالفعل ويخش معاها شراكه ويطلب عرض شراء، يخش شراكه مع احدى الشركات، ودي شفناها كتيره جدا خصوصا في قطاع الاتصالات، لما يبتدي يبص على منتجات جديده موجوده قدامه، زي بالظبط كده الطروحات الحكوميه، يبتدي يدخل عن طريق الطروحات الحكوميه، او لما يدخل عن طريق صندوق مصر السيادي. المفهوم النهارده صندوق مصر السيادي دوت هو ايه؟ هو عباره عن تعظيم اصول الدوله المستغله والغير مستغله بمشاركه القطاع الخاص. والرئاسه مهتمه بيه، فالنهارده الدوله بتهتم بالموضوع دوت. فالنهارده انا جاي لما هدخل عن طريق صندوق مصر السيادي، لما عن طريق الطروحات الحكوميه، لما عن طريق شركات موجوده وارفع راس المال بتاعها. لما يبتدي يخش في الاستثمار دوت، هو هنا دخل عن طريق البورصه، ده اسمه استثمار غير مباشر، شاري شويه اسهم في بعض القطاعات، شايف ادائها عامل ازاي، ممكن يتخرج في اي وقت. لا الدنيا مستقره، لا تصنيفات كويسه، لا الوضع الاقتصادي ابتدى يتحسن، هيحول الاستثمار غير مباشر لاستثمار مباشر. وده شفناه، يمكن على سبيل المثال احنا كان عندنا شركه من شركات الاتصالات، جت شركه فرنسيه من بره بعد ما كانت استثمارها غير مباشر في البورصه، حولت استثمارها لاستثمار مباشر، وهي شركه دلوقتي الموجوده شركات الاتصالات الموجوده. في شركات كتيره كده، في شركات كتيره كده، وشفنا اخرها احنا متوقعين ان في بعض مستثمرين اللي هو الاستثمار الاجنبي المباشر هيخش مصر عن طريق الطروحات الحكوميه. بالظبط، كلنا ممكن النهارده مجلس الوزراء، رئيس الوزراء النهارده كان بيتكلم ان هو هيبتدي يبقى في جدول زمني للطروحات الحكوميه. فدي خطوه ايجابيه للمستثمر الاجنبي، ونحتاج كمان لسرعتها.